السلام عليكم كيدايرين، لاباس عليكم؟ زينين، كنتمنى تكون راكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. ومرحبا بكم في قناه نور الهدى، فيديو جديد وصفه جديده. بما ان مقبلين على عيد الفطر، غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الغريبه المعلكه بجميع الاسرار ديالها باش ننجح معكم هاد المعلكه هادي. ودابا غادي نخليكم تشوفوا الغريبه اللي غادي نشارك معكم، وغادي ندوزو للمقادير. هادو هما المكونات اللي نحتاجو في هاد الوصفة. عندي هنايا 500 غرام ديال الزنجلان، و 500 غرام ديال الكاوكاو، وعندي هنا كاس ديال الكوك، وكاس سنيدة، ونص كاس ديال الزيت، وجوج بيضات، وجوج خمارات ديال الحلوى، وهنا عندي معلقة ديال العسل الحرة. وانتم يمكنكم تستعملوا اي عسل عندكم توفره في الدار. انا غادي ناخذ الزنجلان وغادي نضيف عليه كاوكاو. بالنسبة للزنجلان هنا راه محمر ومطحون كطحنوه، وحتى كاوكاو كتحمروا كاوكاو وكطحنوه. انا عندي كاس ديال الكوك، وكاس ديال سنيده، وجوج خمارات الحلوى، ضفتهم على هاد المكونات كاملين، وغادي نضيف جوج بيضات، وغادي نبقى كنمزز داك الخليط كامل، وعاد باش غادي نضيف معلقه ديال العسل. صافي، هنا هي العجينه ديال الغريبه موجوده عندنا. ودابا غادي ناخذو نديرهم على شكل كويرات كاملين حتى نسالو داك العجين كامل، وعاد باش نضيفو نشكلو الغريبه. ثم بعد ما كمل داك الكميه كامله، غادي ناخذ سكر غلاسي سبيسيال والقرقع. غادي نضيف داك الكويرات ديال الغريبه في سكر غلاسي بحال هكا، وغادي نحطهم في اللاطه. يعني راني كنصيب وكنحط في اللاطه، يعني حتى كنسالي داك الكميه كامله، وعاد باش ندوز باش ندير القرقع. هانتوما هنا من بعد ما كملت داك الكميه كامله درتهم في اللاطه، غادي ناخذ القرقع دابا، وغادي نبقى كندير القرقع الفوق. هانتوما غادي نبقى كندير القرقع ونخليها هكا. يعني ساهله هاد الحلوه، هادي ساهله بزاف وما كتاخذ لكمش بزاف وقتكم، وما فيهاش بزاف د المكونات، يعني مكونات ساهلين وبساط. صافي، هنايا غادي ندخلها للفران. هنا الفران كتسخنوا الفران مزيان، ومن بعد كديروا على درجه الحراره 180، وكتشعلوا الفران من الفوق ومن التحت، حيت هاد الغريبه هادي خاصها تشقق، يعني خاصها تشقق، وكتخليوها طيب على خاطرها
غير المهم كتاخذ الوقت كافي ديال الطياب وما تجربوش عليها. بالنسبه للطياب كاع 20 دقيقه بحال هكا تكون طابت، حيت كتشعلوا الفران من الفوق ومن التحت. وبالنسبه للغريبه ديالنا هي من بعد ما خرجتها من الفران، وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه المعلكه اللي شاركت معكم اليوم. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهنا نقول لكم بالصحه والراحه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وغادي نشارك معكم وصفه جديده ديال الحلوه. مع السلامه.